ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. القصة آثار تمهل في النظار، تأمل في العبار، هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، هاي الدنيا ألوان. صابر يا يبا، ركب السيكل. صابر ركب السيكل. ركب السيكل. متأكد؟ 100%. لا. تعال شوف، تعال شوف يا يبا، تعال شوف. سهلوها. مو يوم من سنة يا أبو أحمد، لا تقعد تعقد الأمور. يوم في السنة بس يظل المعرس طول عمره مفلس، وش الفايدة؟ لازم أم العروس وأم المعرس يستانسون. يعني هم ما يستانسون إلا بهالمصارف الفاضية. أني زواج بنتي في أرقى الأماكن، غير كذي ما أقبل. يا حي الله بالصابر. الزواج أقدس مشاريع الحياة، راس ماله الألفة والحب والصبر. لا تشوهون بشروط وطلبات، ولا تحاولون اليسر محنة وعسر. هذا من صابر. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. منو قايل لك؟ يعني المجرب أفهم من الطبيب؟ من هو قايل لي؟ هذا مثال قديم مو لعبة. خير يا طير، مثال أمثلة لازم نعتمد عليها، لأن فيها تجارب حياة مو على كيفك تعارضها.
هذا العقل ميزان واضح. صح، بنعرف أسباب الهداية. خل نحكي بالواقع نصارح. والنعم، والكلمة نوزنها بعناية. مو كل مثل ينقال راجح، كنه من القرآن آية. أنا مريت بظروف صعبة في حياتي، عشت في هالغربة سنين، مستحيل أطلع من هالتعب اللي عشته، مستحيل أعيش طبيعي، مستحيل. لابد بقلبك يقين واعتقاد، كل شي يتحقق إذا ربك أراد. الأمل بالله مفتاح النجاح، والله تكفيك الثقة برب العباد. البعض عن غيره ابدا ما يشيل العين، ويتدخل بلا ذوق وبلا احساس. اتعس ناس بالدنيا اللي محرومين من الراحه اللي بس همهم حياه الناس. مرحبا فيكم في هالاجواء الجميله. الله الاجواء خيال. الله شوف 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 الغيوم ما شاء الله. الله متابعيني شوف الماي العاد ما شاء الله. امطار الخير طبت علينا. الله الجو خيال. تعرفونه هذا من؟ صابر تعال تعال شوي هني بصورك. وسائل بين يدينا سهلت الايام، تميزنا بحقيقتنا وتواصلنا. اكيد ناس اللي يهمها الصوره والاعلام. اي نعم. وناس يهمها ترسم للعمر معنى. واصل واصل. وناس تريد منها الشهره والارقام، وناس تريد توصل لله والجنة. الصبر نفسك كريمة، اسعى لو دربك يطول، ثابر وكلك عزيمة، وكل صعب بالله يزول، بقلبك الهمة عظيمة، واجتهد حتى الوصول. ليش يا أبا عيب تطق الولد؟ ليش ما دي يدك عليه؟ اصعد بأخلاقك الأرفع مقام، وانظر لنفسك قبل ما تحكي فكر، اللي يشين السمعة قلة الاحترام، والتعدي والإساءة والتنمر. وينش وينش أم سمير؟ وين صاير مادم؟ البس البس يدفش تعالي. وين صاير مادم؟ صابر. وش في صابر؟ ركب السيكل. صدقه؟ أنا أتكلم بخبرتي، ثانياً أنا أقدم منه في الشركة. حبيبي زكريا يتكلم بشهادته، وثاني شيء زكريا طلب حقه بس، وأنت ظلمته. إيه أنا ظلمته. لا تظلم ولا تحمل أحقاد يا صاحبي، والدنيا دوارة، وبينك وبين القبر ميعاد، واللي زرعته تحصد ثماره. أنا قايل لك الحرص على البيزات بيوديك في 60 داهية. أنا حاسب لمستقبلي ومستقبل عيالي. منو قايل لك إذا صرفت على عيالك خسارة؟ مو خسارة بس خسارة. لا تلف ولا تدور.
واترك عنك البخل. إذا ما صرت حريص على البيزوت لا أنت ولا مصلوح بتفيدوني. لا تصير بخيل وللشيء. تحبس الخير وأبد ما تبذله. ما تبذله؟ تكنز الأموال خوف من الفقر. هم من الفقر؟ شدة الحرص بحياتك مشكلة. مشكلة؟ تبخل وعذرك أوفر وادخر. تدخر. الدنيا تمضي وانت همك تحمله. تحمله. وخايف من الفقر وتعيش الفقر. صح لسانك يا الصابر. كورونا بسببه ملايين راحت من الدنيا وملايين نفسيتهم تعبت منه. نحمد الله ونشكره بعض ثناء واحنا راضين بحقيقة الابتلاء. نصبر ونتحمل ايام الوباء وندري بيد الله السلامة والشفاء. ونا صغار لاحقين على التوبة. المشكلة مجتمعنا مو متقبل لنا. صدقت. ثانيا طافنا قطار التوبة. ايه المشاكل اللي مسوينها الى الناس مو شوي. وغير المعاصي اللي تسويها كل يوم. ايه عجل صدقت طافنا قطار التوبة. لا تظن قلبك عن التوبة بعيد. الله يغفر لك يردك للصلاح. الملاذ هناك والمنجى الوحيد تخشع وترجع له مكسور الجناح. صفح بعينك حياتك واقرأ لك القصة عنوان. هذه لوحة ذكرياتك تختلف آمال وأحزان. راجع أفكارك صفاتك وكون لجلك أجمل إنسان. اكتشف بالدنيا ذاتك واعرف إن الدنيا ألوان. ألوان هاي الدنيا ألوان. ألوان هاي الدنيا ألوان. كل صفحة قدر ترسم لك صور. بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. تمهل في النظار تأمل في العبار. هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر.
لك ينضوي القمر، هاي الدنيا ألوان.